بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد بعنوان التسعير. سنتعلم في هذا الدرس أولا تعريف التسعير، ثانيا حكم التسعير، ثالثا ما يستثنى من حكم التسعير. التسعير هو تقدير الإمام أو نائبه للتجار سعرا لا يبيعون إلا به، والمقصود بالإمام هو الحاكم أو من يقوم مقامه. حكم التسعير: الأصل في التسعير هو التحريم، فللتاجر أن يبيع بالسعر الذي يرتضيه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَمَّا اشْتَكَى الصَّحَابَةُ مِنَ الْغَلَاءِ وَطَلَبُوا أَنْ يُسَعِّرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ومن سنة الله الكونية أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب، فكلما زاد طلب الناس للسلعة ونقص المعروض منها كلما زادت قيمتها، والعكس بالعكس كذلك. وفرض سعر معين يخل بهذا التوازن ويؤدي إلى فساد السوق. ما يستثنى من ذلك: إذا ترتب على عدم التسعير مفسدة تلحق عموم الناس ولا تندفع إلا بالتسعير، فإن الإمام يسعر على التجار تسعير عدل لا يضرهم ولا يضر المستهلكين. ومن صور ذلك تسعير السلع الضرورية، وهي التي يتضرر الناس من غلائها كالأدوية والوقود. ثانيا احتكار التجار للسلع بأن يتواطؤوا جميعهم أو بعضهم على حبسها أو رفع ثمنها. ثالثا الإغراق، وهو بيع التاجر بضاعته المستوردة بأقل من السعر العادي لها في السوق على وجه يضر بالمنتجين، كأن تكون تكلفة إنتاج كيس الإسمنت مثلا 8 وتباع في السوق 9، فيستوردها تاجر بتكلفة أقل ويبيعها 8 أو 7، فللإمام أن يلزمه بسعر السوق حماية للإنتاج،
ولئلا يؤول الأمر إلى الاحتكار، إذ مآل ذلك إلى القضاء على التنافس. ولهذا يعمد بعض التجار إلى الإغراق عندما يظهر في السوق منافسون لهم ليضطروهم للخروج من السوق، هدفهم في ذلك رفع الأسعار. أخيرا عزيزي الطالب، دونك هذا الملخص لما تعلمناه في درس التسعير من تعريف له بأنه تقدير الإمام أو نائبه للتجار سعرا لا يبيعون إلا به، وبأن حكمه الأصل فيه التحريم، وبأن هناك استثناءات من التحريم كتسعير السلع الضرورية التي قلنا بتضرر الناس من غلائها، كما في الأدوية والوقود وأقوات الناس، وأن احتكار التجار للسلع محرم، فيجوز للإمام أو نائبه أن يسعر، كما ولا يجوز للتاجر الإغراق، فيجوز للإمام هنا أن يسعر بسعر عادل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.